معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي. أهلا بحضرتك أستاذ إسلام، ويعني تعليقك على قرارات الأمانة الفنية للحوار الوطني منذ قليل، تفضل. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أهلا بيك. خلينا في يعني نتكلم بشكل عام عن الرسائل التي يمكن أن نستخلصها من هذا البيان. أولا فكرة الإجماع على أن هذه القرارات وهذه المقترحات هي دليل على أن هناك نوع من النقاش ونوع من التوافق العام ما بين المشاركين بمختلف أطيافهم وأفكارهم وتياراتهم على هذه المقترحات. ثانيا يعبر هذا البيان وخصوصا أنه سوف يتم رفع هذه المقترحات للقيادة السياسية بأن هناك إصرار من القيادة السياسية على استكمال هذا الحوار وتوفير كل الأجواء التي يمكن أن يخرج بها من قرارات ومقترحات ومشاركة حقيقية وأصوات متعددة ونوع من أنواع التنوع ما بين الأفكار المختلفة، وده كله يضاف لقوة الدولة المصرية الحقيقة. ثالثا خلينا أقول أن ثقة القيادة السياسية في القائمين على الحوار وفي ضرورة المشاركة الإيجابية هي رسالة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإشراف الهيئات القضائية الكامل على الاستفتاءات وعلى العمليات الانتخابية القادمة، وهي كثيرة واستحقاقات كثيرة في الفترة القادمة، يعطي نوع من الطمأنة لجميع المصريين وكل التيارات السياسية، وتعطي نوع من الحوافز لمن يرغب في أن يشارك بمشاركة إيجابية في المنافسة في التمثيل النيابي في الترشح لرئاسة الجمهورية وغيره من الاستحقاقات. كل هذه رسائل أعتقد أنها إيجابية وفي وقت مهم للغاية، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والدولي، ما تشهده مصر من تغيرات حقيقية. لا نقول أن الجمهورية الجديدة فقط هي مشروعات قومية وإنجازات على أرض الواقع يعني نشهدها جميعا، لكن بنقول أن هذا الحوار هو ضرورة الآن في هذا التوقيت، بس رسالة طمأنة لكل المصريين وكل طائفة السياسية على المشاركة، وأن هذه المشاركة تحظى بتقدير القيادة السياسية وتحظى باهتمام وإصرار على أن تتم هذه المشاركة إلى أن تصل إلى محطتها الأخيرة، بحيث تكون هناك قرارات فيما بعد أكيد بالتأكيد سنشهدها جميعا. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة، الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي.